يسعد أوقاتكم. اليوم اليوم الرابع من الديتوكس. مقاديره هي 3 حبات موز، 20 ورقة نعناع، 30 جرام من السبانخ، و 400 جرام من الأناناس، وحبتين من بذور الكتان، و 3 أكواب من الماء. ولا ننسى طبعا المي اللي لازم نشرب الصبح، هي مية الليمون مع النعناع أو أي إضافة أنتوا بتفضلوها. راح ضيف ملعقتين من بذور الكتان ووزعهم على 3 أكواب من الماء، وبعدها راح ضيف الورق النعناع والسبانخ واضربهم بالبلانتر، بعدين راح ضيف باقي المكونات وارجع اضربهم مرة تانية، وحنوزعهم بالكاسات على 3 كاسات ونشربهم الصبح والعصر والمساء. شعور اليوم الرابع من الديتوكس، بفضل الله ماني حاسة بجوع نهائيا. اذا عم احس حالي اني كتير جوعانة عم باكل خيارة او خسة او حبة تفاح او اي شيء من الخضار والفواكه اللي بتفضلوها. طعم السموز اليوم كتير مميز وكتير طيب وسهل بالشرب. وانا الحمد لله بفضل رب العالمين بهالاربع ايام نازلي 1.7 كيلو. بتمنى انكم تضلوا متابعين، وبتمنى تدعموني اكتر وتتابعوني اكتر على بروفايلي على الانستغرام وقناتي على اليوتيوب والاثنين باسم انستنبات باينورا. وشكرا لمتابعتكم.